اهلا وسهلا يا دكتور عماد، المفاجأة دي. اهلا اهلا، ازيك يا دكتورة نوال؟ معلش انا حاسس بالاسف الشديد ليكم، لكن مش عارف اقول لك ايه. انا محرج، بس الست نونا ازالت الحرج ده. اتفضل يا دكتور. اروح انا بقى اعمل لكم حاجه تشربوها. شكرا. خير. الحقيقه انتوا بيت كرم كبير قوي. الست نونا مفيش حاجه ما قدمتها ليش. شوف يا نوال، الحقيقه انا اتكلمت مع جماعه في المانيا وعرضت عليهم بالظبط اللي انت قلتيه لي، لكن هم بقى ليهم وجهه نظر تانية. وجهه نظر تانية؟ ما انا قلت لك يا دكتور عماد، انا ما عنديش اي حاجه مخبيها. اذا كانوا هم بيتوهموا شيء هم حرين.